سلام عليكم. السلام عليكم خوتي حبيبي، كنتمنى تكونوا مزيان. انتما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم اللي راكم فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم مفاجأة. القتالة مفاجأة للمشاهدين. تحية ماما. السلام عليكم المشاهدين العزاز الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي، عليكم ولينا ولجميع المسلمين. وتابعوا معنا المفاجأة. المفاجأة نتاع الأنسة سلمى. سلمى، وقبل ما نشارك معكم مفاجأة وشنو كاين، ما تنساوش ديروا لايك، تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعار توصلكم أي فيديو جديد حنا كنزلوه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتخلوا تعليق زوينة بحال وجهكم، وبقاو معنا ما تشوفين. سنة حلوة يا سلمى، سنة حلوة يا سلمى، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا سلمى. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. سلمى، هذه هي المفاجأة. ها يا سيادنا، اليوم عيد ميلاد سلمى. أنيسة كعب غزال، كل عام وانت بألف خير والعقبة المئة عام إن شاء الله. هي البارح كان عندها عيد ميلاد، هي كان عندها الاختبار، والبارح قرات وعندها الاختبارات، اليوم اللي عندها العشية، واليوم اليوم الجمعة كان 8 مارس، مناسبة عيد المرأة كذلك. كنهني كل امرأة مغربية وكل امرأة في العالم، كل عام وانتم بألف خير. هذه مهدات ليكم حتى هي، وسلمى هدات المرضى الماما بمناسبة عيد المرأة. يتعدى عليك ان شاء الله كل عام، علينا كاملين كل واحد نجاح ان شاء الله يا ربي، على الجميع ان شاء الله يا ربي. المغربيه في مراها ان شاء الله، المراه المغربيه والمراه بصفه عامه في كل بقاع العالم ان شاء الله يا ربي. ودابا سلمى قبل ما تطفن لنا الشمعه، يلا تمني شي حاجه. نجاح ان شاء الله. نجاح نجاح، تحقق الاحلام. حتى سلمى دربانه ما كملتش ديال جوج وهي تطبيها. برافو برافو سلمى. المهم هي هذه وجدنا لها الطويبله البسيطه جدا، حيت كاينين غير حنا وخوتي. خوتي راك عارفين خلف البس، عفوا كيبانوش. كيما قلت لكم هذه مناسبه عيد ميلاد سلمى، مناسبه عيد المراه، مهدات لكل امراه ان شاء الله بصحه وبالهنا والعقبة كل سنة. كل عام خصنا نديرو نحن عيد ميلاد بالمناسبة. سلمى دارت 16 عام، عيد ميلاد ان شاء الله. سلمى دارت 16 عام، باركوا لها عيد الميلاد. ان شاء الله تنجح، هذا العام عندها سيزيام اني، كاع الوليدات البنيات ان شاء الله، كاع اللي راهم يقراو ربي ينجحهم ان شاء الله، يوفق كاع الجميع ان شاء الله ربي. المهم غادي نشارك معكم الطويبله ديالنا، هي هذه كما قلت لكم، غير داك الشيء بسيط خفيف ظريف. المهم غير باش نفرحوا الانسه كعب غزال، فرحتي ولا ما فرحتيش؟ هي راه قبيله من دخلت، شعلنا لها الشمعه قلنا لها هابي بيرداي، درنا لها مفاجاه صدمناها، ودركا قلنا نشاركوا معكم هذا الشيء اللي وجدنا. نتمنى يعجبكم، حاجه بسيطه ونشاركوا معكم اي حاجه. والكلمه لماما، انا تلفات ديال الهضره. صافي تقبلوا علينا ان شاء الله يا ربي، وشجعونا والكومونتيرات ان شاء الله، باركوا لها ما تنساوش باركوا لها في لي كومونتير، وباركوا لها ديروا لها لي كومونتير بزاف، وقولوا لها باركوا لها عيد ميلاد سعيد وتعيوا معها بالنجاح كذلك، راه عندها امتحان هذا العام. ايوا نتمنوا كاع النجاح للولاد والبنات ان شاء الله كامل ان شاء الله يا ربي، وكل واحد في قلبه شي حاجه ربي يوفيها له. هذا غير باش كنفرحوا بيناتنا وصافي، هي اخر العنقود طبعا. هي الاخيره، الاخر مبخر ياك سلمى. الاخر مبخر، كاع درت لهم عام عام، كاع درنا غير ساعه عام عام الصراحه، ما زدناش ان شاء الله 70 عام 80 عام حتى ل 100 حتى ل 100. يا باقي لي سلمى، قولي لحفايدك يبقاو يديروا عيد الميلاد ان شاء الله، ان شاء الله بين 74 سنه الجايه ان شاء الله تاهي تحتفل بهم. صافي هذه قالت لك ما حفايدك يبقاو يديروا عيد الميلاد، صافي قالت لك تا ولاد حفايده زيد يلاه شي حاجه اخرى تحضري لهم كاملين
راني قلعة كاع السنين نسلمك وياهم ديها. لا ما تخافيش ركبي. لا لا غير ديها. قولي سنة حلوة. ديها الله يسترك اسلمها الله يسترك ديها قولي سنة حلوة. بالمناسبة انا نهدي هاد الوردة كاع للجميع المرأة المغربية فين ما راها ان شاء الله يا ربي، ونقدم تحية اي مرأة اي مرأة الدول العربية نقول لهم مبروك العواشر، يدخلوا عليكم بالصحة والحنان. احنا على ابواب رمضان ما بقى والو، ايام قليلة جدا تفصلونا عن رمضان. الصحة والسلامة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لينا ولكم لجميع المسلمين يا ربي. ان شاء الله يكون هذا العام مخمل وما تلفش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ايوا الانسه كبغزال دابا خصك تقطعي لنا ديك لاطارت باش تذوقيها. صح انا نستناها. راني عارفك راكي تسني ديك اللحظه نتا تقطع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله. قالت لها ما بغيتش نقطع حرفي. ما سخيتيش ما سخيناش انا ناجحه خصني نكون. قلت لك مهندسه ناجحه. ما كبرتي غتبقاي انت هي صغيره هي اخر العنقود. وعندكم ما تنساوني العام الجاي. لا ما نساوكش. واش نسيناك؟ ما نسيناكش. البارح كنتي تقراي ولا هي مع الاختبارات ديالك؟ لا ندي قلت يا يعني صحابها نسيناها. واه عندي اصلا فرض تاع كان عندها الفرض نتاع الماط وجات ندي قلت شويه صعيب. ايوا المهم جبنا الحبيبه ديالي راه ابسط الاشياء تقدروا تفرحوا وليداتكم عائلاتكم ماشي ضروري يكون شي حاجه كبيره باش ما تمنيتيش. يلا يلا بسم الله. هم 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 برافو. طياره طياره سلمى كنا نديروا الطياره. غير تاكل انا سلمى الطياره طياره. يلا يلا بمناسبة عيد المرأة هي توكلك. ايوا بالصحة والراحة. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا اللي شاركناه معكم. داكشي بسيط خفيف ظريف نتمنى يعجبكم. ما تنساوش كيما قلت لكم تباركوا الأنسة كعبي غزال في الكومنتيرات وتدعوا معها بالنجاح ان شاء الله يا ربي. هذا العام والعام الجاي ولي لايك ديالكم ولي لايك ديالكم باش تشجعونا وباش الفيديو يقترح من طرف اليوتيوب. نبارطاج باش تزيد كبر العائله وقبلوا علينا واجدوكم معنا. مرحبا بكم معنا. ودابا ما يبقى لينا غير نقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. الله يا